ياسر دنيفات مواطن من مواطنين الجمهورية العربية السورية بسكان مدينة جاسم. مدينة جاسم انخرطت بمصالحة وطنية برعاية النظام الروسي. الحمد لله المدينة بشكل عام عم تعيش أمن وأمان. الخدمات عم تم تأمينها أول بأول. الطاقة الكهربائية وبالنسبة لموضوع المي لحد الآن ما تم تأمينه. كمان في مشكلة محروقات عم نعاني منها. ولكن الحمد لله الأمن والأمان عم بيحل على المنطقة أول بأول. في حالة من الارتياح بشكل عام بين الأهالي والمواطنين. أهلا وسهلا بكم في مدينة جاسم من محافظة درعا من سوريا. أهلا وسهلا. الحمد لله نهاية البناية تكسرت، احنا عم نعيد بناها من جديد، بس بعد لسه ما في كهرباء، ما في مي، ما في شيء. فنتمنى انه ترجع الأمور هاي طبيعية وترجع جميع الخدمات على هالبلد. كم صار الكهرباء مقطوعة بالمدينة؟ صارت في 5 سنوات. لازم نشتري البراني بيجي من السويدة من قبله. ما نبيع هون، بس هون غالي يعني. بعد النظام ما فوت لنا بنزين. أساس النظام فوت لنا بنزين، بنزين رخيص. كله غالي. هسا عم ناخذه غالي هسا، كله غالي. والغاز غالي. كمية متوفرة ولا قليلة؟ لا كميات قليلة بس والله. قليلة. يعني شيء يلا عم نمشي أمور الناس. على أساس اليومين والله. أنا الدكتور علي خليفات، مدير الطبي للمشفى. الكادر الموجود يعني تقريبا عدده 137 شخص، 140 شخص. ثقة بالنسبة بين الناس انه موجودة بالنسبة للحالات اللي راح تصير مستقبلا. احنا بنتأمل من اللجنة الروسية تقدم ضمانات للكادر بالنسبة للأشخاص اللي بدهم يعملوا تسوية، بدهم يرجعوا لوظائفهم. احنا هذا اللي بنأمله، بنأمل انه يقدم لهم كمان ضمانات ما يصير في اعتراضات من قبل اللجان الموجودة أو من قبل الحواجز الموجودة. وإحنا الشيء اللي نتمناه أنه كل إنسان راح يقدم تسوية يرجع لوظيفته، وأنا واحد من الناس، كنت طبيب في حكومة الحكومة السابقة. أجهزة قوية، أجهزة قوية، دم هو سلبي يا شباب، ساعدونا يا شباب، بدنا وحدة دم. الدم هو سلبي يا شباب. هو سلبي يا شباب. بالنسبة للأدوية الموجودة بالمشفى، الأدوية كانت تدخل عبر الحدود الأردنية السورية. الأدوية الموجودة حاليا ممكن أنه تكفينا شهر مش أكثر. احنا بنأمل أنه المنظمات الموجودة على الأرض السورية حاليا أنه تدعمنا بالشهاد وتدعم المشفى بأكثر من الشيء اللي احنا بدنا إياه حتى.